بداية الشرف أنني نكون يعني من المدعوين الأوائل لهذا الحفل البهيج، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على المكانة التي يعني أحظى بها لدى أوسط الفعاليات الرياضية في مدينة مارتين. طبيعة الحال الرياضة جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة اللي كينشدها سيدنا الله ينصرو مجموعة التراب الوطني، وخاصة المنطقة ديال مارتيل عزيزة على قلوبنا. طبيعة الحال تلقيت الدعوة من الإخوان في الجمعية الرياضية، الجمعية ديال الأصدقاء، ويعني وكان رغم الالتزامات المهنية فكنت يعني فرحان باش نتلقى الدعوة لمزيد من الدعم ويعني التألق لهذه الجمعيات. بطبيعة الحال هناك العمل الكثير والكثير الذي ينتظر هذه الجمعيات الرياضية، وهذا الدعم اللي تلقاه من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ما هو إلا يعني حافز معنوي أكثر مني هو مادي. أقول وأكرر بأن السلطة المحلية ولا السلطة الإقليمية يعني فاتحة الأبواب ديالها ومن فتحة الجميع من أجل يعني تفعيل المقاربة التشاركية وكذلك يعني النهوض بالقطاع الرياضي. جمعية أصدقاء الرياضي ديال كرة القدم داخل القاعة، كنتمنوا إن شاء الله باش أنه هذه الحافلة هذه تكون حافز يعني حافز كبير باش أنه تزيد لقدام. دونك مجموعة من الجمعيات الرياضية عندها إكراهات، هذه المسألة هذه معروفة، ويعذرونا الإخوان اللي يعني مازال ما وصلتش يعني للمرحلة ديال إيجاد الحلول لمجموعة من الملفات، فهذا راجع لأسباب موضوعية اللي إن شاء الله غنشتغلوها بشكل جماعي في إطار تدبير واحد الملف اللي هو حساس مع جميع الشركاء على رأسهم جماعة الترابية ديال مارتيل اللي كنشكروها بالمناسبة على ما تقدمه من دعم لا مشروط لدعم الرياضة والرياضيين بالمنطقة. ما نطولش بكم، جد سعيد ولي الشرف باش أنني نكون يعني حاضر معكم، وهذا عرب المحبة لهذه الجمعية ومن خلالها جميع الجمعيات الرياضية، وإن شاء الله غادي تلقاو في هذا العبد إن شاء الله إلا الدعم الدعم اللي لا مشروط، والباب ديال يعني لهاد السلطه راه بقى مفتوح. عندنا مجموعه من الافكار ان شاء الله غادي نشتغلوا عليها. كنهنيو بالمناسبه كره القدم، جمعيه كره القدم الشاطئيه، وكنبشرهم بانه ان شاء الله الملعب ديال كره القدم الشاطئيه سيرى النور قريبا ان شاء الله في اطار واحد الرؤيه استراتيجيه ديال تنميه المجال. نحن الان بصدد تهيئة مدينة مارتيل على جميع الأصعدة، والتحدي والرافعة الكبيرين هو أن نوجد مارتيل 2023، رؤية 2030. هذا لن يتأتى إلا بتضافر جميع جهود جميع المتدخلين، لا الفاعل السياسي، لا الفاعل الجمعوي، لا الفاعل الاقتصادي، ولا كذلك ساكنة محلية. فتحنا مجموعة من الأورش اللي كتشوفوها مؤخرا كنشرفوا عليها ميدانيا، ومجموعه من المشاريع ان شاء الله سترى النور قريبا، واللي كتطمح في الاساس ديالها انه تقلص نصاب البطاله ودير الادماج الاقتصادي والاجتماعي للفئه الشابه. طبيعه الحال الرياضه ما يمكن الا تكون رافعه وداعمه لهذه الفئه الشابه، فكندعو للاخوان لمشرفين الجمعيات الرياضية يزيدوا مزيد من الجهد والمثابرة لتأطير الفئات الشابة وتأطير الفئات الصغرى أولا، ولما لا يعني في أفق إيجاد واحد مجموعة من المواهب التي إن شاء الله أكيد غادي تمثل المدينة والعمالة أحسن تمثيل. فمرة أخرى كنشكر الجمعية الرياضية، كنشكر جميع الحضور، وهذا التشريف هذا هو في حد ذاته تكليف لمزيد من العمل المتوسط حتى أكون بصفتي ممثل السلطة المحلية عند حسن الساكنة المحلية، وشكرا. شكرا.
باشا مدينة مرتين. الرياضية لكرة القدم المصغرة داخل القاعة المغطاة الجميلة في مدينة مرتين بحي أم كلثوم. Yeah.